اخطاء الحكام، ولكن لا احنا متوسمين خير في واحد من النجوم الكبار في عالم التحكيم، الكابتن جمال الغندور. كابتن جمال الغندور انا متاكد ان هو لا هيبذل قصارى جهده، لانه واضحه جدا جدا ان هناك عدم احتساب ضرب الجزاء واضحه للنادي الاهلي، واضحه للنادي الاهلي، عدم احتساب ضربات جزاء اخرى في مباريات اخرى. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ لسه بدري جدا على الكلام ده، لسه بدري جدا. يعني انا بس مش عايز اتكلم على في حاجات معينه. انا مش فاهم الحقيقه، هو في ايه يا جماعه؟ لسه بدري قوي على الكلام ده، لسه بدري قوي على الكلام ده. فمن فضل حضراتكم، النادي الاهلي دايما مع الحكام، ودايما بيقف في ظهر الحكام المصريين. بس مش يعني مش هنفضل نقول كده وخلاص، احنا عايزين حقنا. انا كل اللي انا بقوله كله ده ليه؟ بقالي 5 دقائق بتكلم عن التحكيم. بتكلم عن التحكيم ليه؟ كل اللي انا عايزه العداله التحكيميه. لو عليا ضرب جزاء حضرتك احسب ضربه الجزاء، بس اديني حقي، اديني حقي. لو انا عليا كنادي اهلي ضرب الجزاء، اديني حقي في ضربه جزاء لوليه، اديها لي برضه. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر، تاني اسبوع وبيحصل فيه كده؟ امال الاسبوع اللي لو نص الدوري ولا اخر الدوري ولا هيحصل ايه؟ انا يعني كابتن جهاد جريش حسب 3 ضربات جزاء لنادي المصري ضد النادي الاسماعيلي، تمام ماشي، قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. طب وانت ما حسبتش ضربات جزاء للنادي الاهلي ليه السنه اللي فاتت؟ انا مش عايز اتكلم على السنه اللي فاتت على اعتبار ان دي سنه جديده، على اعتبار ان الماتشين اللي فاتوا دول مفروض دوري جديد، مش المفروض، هو ده الاساس، ان ده دوري جديد. فان يظهر التحكيم بهذا الشكل وبهذا المستوى، النادي الاهلي او احنا هنا في قناه الاهلي لن نقبل بهذا الكلام، لن نقبل بهذا الكلام. عندنا مباراه بكره، الاخطاء الطبيعيه موجوده على فكره، ومفيش اي مشكله فيها، ودايما بنتكلم فيها. ولكن هي ليه دايما الاخطاء على النادي الاهلي؟ ليه دايما الاخطاء في اتجاه واحد؟ هو ليه حضرتك كحكم، كل الحكام زي ما قلت لحضراتكم شخصيات محترمه، ده الاساس اللي انا بتكلم عليه، ولكن هو ليه حضرتك ما بتدينيش حقي؟ هي ليه دايما الاخطاء على النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي ومش مع النادي الاهلي؟ ليه حضرتك لما بتحسب هاند بول واحد ايده جنبه كده وتيجي في ايديه، لو النادي الاهلي تحسب عليه ضربه جزاء، تجري تحسب عليه ضربه جزاء، لو للنادي الاهلي، لو لصالح النادي الاهلي تقول اصل دي ايديه جنبه. على فكره دي مش بطوله، اللي حضرتك بتعمله كحكم مش بطوله، اللي حضرتك بتعمله كحكم ده كل اللي بيطلب منك، وكل اللي عايزه جمهور النادي الاهلي من حضرتك، ان انت بعد اذنك تدينا حقنا بس، مش اكتر من كده. هتقول لي اصل انت كسبان 4، كسبان يا اخي 10، عايز اكسب 20. هو حضرتك طالما مش يعني الكره قدام عينيك وشايفها، ما بتحسبهاش ليه؟ يا رب نكون النادي الاهلي كسبان 10-0. يعني كره زي دي ضيعت مني انا بطوله. كابتن جهاد جريشه اللي حسب 3 ضربات جزاء في ماتش المصري ما حسبليش كره زي دي، تخيلوا حضراتكم، تخيلوا حضراتكم. وبالمناسبه النادي الاهلي كسبان، والنادي الاهلي ماشي كويس والحمد لله، والامور ماشيه بشكل جيد، ولكن الامور ماشيه بشكل جيد، بس كل اللي انا بطلبه من حضرتك كحكم، من فضلك اديني العداله التحكيميه اللي انا بطلبها منك، اللي جمهور النادي الاهلي بيطلبها منك. ضرب الجزاء احسب لي، ضرب الجزاء، ضرب جزاء عليا على النادي الاهلي، حضرتك احسب ضرب جزاء. محدش هيقول لك انت بتعمل ايه،